بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الدكتوراه المهني المستوى الثالث مقرر الاستراتيجية الدولية، استكمالا للمحاضرة الأولى عن البيئة الداخلية، نتناول الآن المحاضرة الثانية وهي عن عوامل الداخلية على المستوى الجزئي للمنظمة. طبعا احنا بندرس العوامل الداخلية لوظائف المنظمة والعوامل الداخلية لوظائف الإدارة. عند وظائف المنظمة اللي هي التسويق والإنتاج والموارد البشرية والتمويل والبحوث والتطوير والجودة وخلافه، بندرس هذه الوظائف. اللي عند التسويق مثلا بندرسه عشان نعرف نقاط القوة والضعف فيه، هو مجموعة الأنشطة اللي بتساهم في تدفق المنتجات من المنتج إلى المستهلك النهائي وتحقق إشباعه واحتياجات هذا المستهلك. طبعا بتشمل تشكيلة المنتجات، طرق التسعير، أساليب التوزيع، مزج الترويج، بحوث التسويق. دي العوامل اللي هي خاصة بتشكيل بالتسويق اللي بندرسها. بندرس كمان بعض نقاط القوة في مجال التسويق، زي بنقدم منتجات وفقا لرغبات المستهلك ولا لا، هل عندنا جهاز بحوث تسويق متميز ولا لا، هل بنستخدم أساليب توزيع مناسبة، هل رجال البيع على درجة عالية من كفاءة، هل بنقدم خدمات ما بعد البيع. هنشوف مدى القوة والتميز في هذه النقاط. بعد كده الإنتاج. الإنتاج هو إجراء العمليات التشغيلية والتجميعية على المدخلات لتحويلها إلى مخرجات وصورة منتجات صالحة للاستخدام بالجودة المناسبة والتكاليف المناسبة في التوقيت المناسب. بندرس العوامل الخاصة بالإنتاج عشان نحدد نقاط القوة والضعف فيها من خلال الآتي. عند موقع المصنع بندرسه، وعند البحوث والتطوير، وعند تكاليف الإنتاج، وعند نظم الرقابة على الجودة، وعند الآلات حالاتها وتخصصها وطاقتها الإنتاجية وطرق صيانتها نظم الصيانة، وعندي المدخلات مواد خام، عمالة، طاقة، تكنولوجي وخلافه. كل دي بندرس، كل نعرف بقى نقاط القوة في مجال الإنتاج من خلال هل الآلات فيها صيانة، لو كان في صيانة للآلات وصيانة دورية وقوية وخلافه في نقاط قوة. بنخفض تكاليف الإنتاج، نقاط قوة. الموقع المصنع بالقرب من عناصر الإنتاج وينطبق عليه الموقع المناسب، نقاط قوة. العمالة ماهرة، نقاط قوة. الطاقة الإنتاجية للآلات، نقاط قوة. في رقابة على الجودة، نقاط قوة. طيب ناخد ندرس كمان الموارد البشرية. الموارد البشرية دي هي الأفراد اللي بتعمل مجموعة من الأنشطة الخاصة بتدبير وتنمية وصيانة قوة العمل والانتفاع بها. يعني إذا الموارد البشرية مرتبطة بتدبير وتنمية وصيانة المورد البشري. بنحلل وظيفة الموارد البشرية، بنحلل تخطيط القوى العاملة، بنحلل سياسة الاختيار والتعيين، بنحلل أساليب التدريب والتنمية، هيكل الأجور والحوافز، أساليب رعاية العاملين، طرق تقويم الأداء والترقية. بنحلل كل واحدة من دول ونشوف نقاط القوة والضعف فيها. كل ما كانت العامل من العوامل ده متميز وموجود ومتوفر وأدى بكفاءة عالية، إذا هناك نقاط قوة. كل ما كان كل عامل من هذه العوامل، سواء كان تخطيط قوى العاملة أو اختيار وتعيين أو تدريب وتنمية أو أجور وحوافز أو رعاية عاملين أو تقويم أداء وترقية، في عيوب وفي مشاكل، أصبحت دي نقاط ضعف يجب تلاشيها. ولو في نقاط قوة بنستغلها في انتهاز الفرص المتاحة أمام المنظمة. وكده يبقى انتهينا من المحاضرة الثانية في دراسة أو تحليل البيئة الداخلية للمنظمة، إلى أن نلقاكم في المحاضرة الثالثة والأخيرة على خير إن شاء الله. لكم منا كل تحية واحترام، والسلام عليكم ورحمة الله.